هيجيلك. النهارده اول اجتماع لينا في الحمله، حمله التمرد في البحر الاحمر. الانجاز ده طبعا بعد ما لمينا في حدود ما يقرب من 2000 توقيت الى 2000 توقيت، دول لميناهم في حدود ما يقرب 7 ايام، وان شاء الله في القريب العاجل هيبقى في فعاليه كبيره وهننزل بيها وسط اهلنا هنا في الغردقه. والحمد لله احنا الاقبال كويس ورد الفعل بتاع الناس معانا كويس جدا، ويدينا امل ان احنا نكمل الفعاليه ان شاء الله. واحنا ان شاء الله هنا في مستهدفين في حدود 200,000 توقيع، وربنا يقوينا ان شاء الله.